بيان صادر عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. نتيجة العمل الحساس والدقيق المشترك لأكثر من 5 أشهر بين الاستخبارات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية وبالتنسيق على أعلى المستويات، تم القضاء على رأس تنظيم داعش الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية اليوم فجراً بالقرب من إحدى القواعد العسكرية التركية في قرية باريشا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب. إن هذا الإنجاز التاريخي أتى نتيجة التعاون الوثيق بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت قيادتا الطرفان مرحلة تحضير العمليات بكل تفاصيلها. ننوه في قوات سوريا الديمقراطية بأن هذه العملية تأخرت لأكثر من شهر بسبب العدوان التركي على منطقتنا، كما نعتبر العملية بمثابة ثأر للمجازر التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في كوباني وشنغال وحوض الخابور وسهل نينوى وكركوك وخانقين ومخمور، وثأرا للنساء الكرديات الإيزيديات على وجه الخصوص، وثأرا للإنسانية والضحايا الذين سقطوا نتيجة الجرائم التي ارتكبها داعش في جميع أرجاء العالم. العملية تمت بعد أن وثقت استخباراتنا العسكرية على مدى الشهور الماضية تواجد قيادات من الصف الأول في تنظيم داعش وبينهم البغدادي في المناطق الخاضعة عسكريا للدولة التركية، وكنا قد نوهنا سابقا للإعلام ببعض من هذه التفاصيل بعد تحرير بلدة الباغوس. إننا نحذر العالم خطر دخول الفصائل الجهادية مع الجيش التركي لمنطقة سريكانية رأس العين وتل أبيض، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لإعادة إنتاج داعش، مما يشكل خطراً على المنطقة والمجتمع الدولي برمته. وقد أشرنا سابقاً بأن داعش وقياداتها انتقلت إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل التابعة له في إدلب وعفرين وما تسمى بمناطق درع الفرات. والعملية الأخيرة التي أفضت إلى قتل البغدادي دليل ملموس على صحة معلوماتنا. إننا في قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت الذي نوجه فيه الشكر لكل الأطراف والقوى التي ساهمت في إنجاح هذه العملية التاريخية، نؤكد استمرار عملنا المشترك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وسترفع أجهزتنا الاستخباراتية وبما فيها قوى الأمن الداخلي من وتيرة عملها في سبيل ملاحقة ومكافحة قيادات داعش وخلاياه. القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية 27 تشرين الأول 2019.